يترأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا تنفيذيا مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي الأسبوع المقبل. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية قال إن الاجتماع يعقد بشكل دوري ويبحث العديد من القضايا الهامة. يأتي هذا فيما قال مصدر روسي إن هناك محادثات بين روسيا وأوكرانيا غدا، حيث تم التوصل إلى اتفاق مع الجانب الأوكراني اليوم لإجراء محادثات في منطقة غومل في بيلاروسيا. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه لم يتم اتخاذ قرارات جماعية حول الأزمة الأوكرانية خلال قمة الأسيان، وأرجع لافروف ذلك إلى ما اعتبره إصرارا من الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين على لغة غير مقبولة. كما أكد وزير الخارجية الروسي في مؤتمر صحفي على هامش ختام أعمال قمة شرق أسيا في كمبوديا وجود اتجاه واضح لعسكرة منطقة أسيا والمحيط الهادي مع توسيع وجود الناتو الذي يسعى لأن يلعب دور الرائد هناك. أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية رفع علم أوكرانيا في منطقة إقليم خرسون بعد استعادته من القوات الروسية. أشارت وزارة الدفاع الأوكرانية إلى أن قوات الفرقة 35 من مشاة البحرية رفعت العلم الأوكراني في بلدة لافوف وسط إقليم خرسون بعد تحرير سكان الإقليم من القوات الروسية.